السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن امتحان المايكروسوفت ايجور AZ-103. تعال نشوف الهيستوري بتاع الامتحان ده كان شكله ازاي. لما بطبيعة الحال لما بنحب نسأل عن أي حاجة بناخد المعلومة من مصدرها الأصلي، عشان كده إحنا هنروح على طول لموقع مايكروسوفت الخاص بالسيرتيفايد ونشوف الإكزام ده عامل ازاي. طيب الإكزام ده اسمه AZ-103 مايكروسوفت ايجور ادمنستريتور. طبعا انا علشان هنا 165 دولار لو انت في الخليج او في امريكا او، لكن في بلاد طبعا يعني لو غيرنا كده وقلنا مصر او اليمن الكوست ده هيتغير، واكيد الناس عارفه كده. الامتحان ده يا شباب ما كانش اسمه 103، كان اسمه 102. ليه؟ لان مايكروسوفت الاول علشان كنت تبدأ تمتحن ايجور كانت الامتحان بيبدأ معاك 3 مراحل. اول مرحلة اللي هو AZ-100، بعد كده AZ-101، بعد كده AZ-102 اللي هو ايجور ادمنستريتور. لكن من حسن حظ الناس اللي هتدخل تمتحن ان مايكروسوفت لغت المية ولغت المية واحد والمية واتنين وخليتهم كلهم كده على بعض في امتحان اسمه 103. يعني حضرتك هتذاكر لمرة واحدة، هتدفع كوست مرة واحدة على طول. لو ربنا وفقك واجتزت الامتحان هتبقى ايجور ادمنستريتور كده مرة واحدة. لكن الكلام ده كان من بداية 1 مايو 2019 السنة اللي احنا فيها دلوقتي. قبل كده علشان تبقى سيرتيفايد ايجور ادمنستريتور لازم كنت تعدي ب3 امتحانات، وبطبيعة الحال هتذاكر 3 مرات وتخش الامتحان 3 مرات وتدفع كوست 3 مرات. لكن الحمد لله دلوقتي الامتحان جمعوه في امتحان واحد فقط اللي هو مايكروسوفت ايجور ادمنستريتور AZ-103. ده فيما يتعلق بالامتحان. طيب الامتحان بيجي كام دومين او كام سيكشن كده؟ هو بيقسمهولك على 5 دومين. لو نزلنا كده اهو، خلي بالكم هنا بيقول ايه؟ اوفيشال براكتس تيست، يعني امتحان مهاري رسمي. مهاري يعني بيقيس المهارة بتاعتك ومستوى فهمك. وهنا الناس بتتلخبط لانه بيبقى داخل امتحان مش عارف، هو بيقول لك امتحان مايكروسوفت وانا عديت من امتحانات مايكروسوفت كتير فبالتالي هحفظ الضمب وهدخل همتحن وهنجح. لا، الامتحان ده بقى بالذات عملي، هيفتح لك بورتال كده وبيوزر نيم وباسورد، الكلام ده ان شاء الله هنقوله في المرة الجاية ونشرح اليوم الامتحان المفروض حضرتك تعمل ايه. طيب الامتحان ده بيغطي كام دومين؟ بيغطي 5 دومين اللي هم كده، وده لسبب اللي هو اول دومين معانا اللي هو مانج ايجور سبسكريبشن وريسورس. ده بيجي لك في الامتحان بنسبه 15 من 15 ل 20%. بعد كده الامبلمنت مانج ستورج بيجي برده من 15 ل 20%، واعتقد ان هو النسبه دي بتبقى اعلى في الامتحان الحقيقه يعني. طيب بعد كده الدومين الثالث معانا اللي هو deploy and manage virtual machine، والرابع الconfigure والmanage virtual network، والخامس اللي هو manage identities. يعني بتكلم تقريبا عن الactive directory اللي هو تقريبا الactive directory on Azure، اللي هو Azure active directory يعني. طيب انا اركز على ايه في الامتحان؟ ركز على النتورك وعلى الاستورج فيما يتعلق يا شباب بالعمل. الامتحان كام سؤال؟ الامتحان 64 سؤال او 65 سؤال. طيب فيهم كام سؤال عملي؟ يعني فيهم كام تاسك كده هتطلب مني انفذها؟ فيهم 12 تاسك، وكل تاسك طبعا بسؤال. فبالتالي حضرتك لو يعني قلنا ان انت الضمب معاك كده البريميوم ضمب تقريبا 150 سؤال حاجه زي كده حفظتهم ودخلت علشان تمتحن، هيجي لك من الدمب ده 40 سؤال نظري اللي هو صح وغلط، اختيار متعدد، اختيار الإجابة الصح كده زي الامتحانات اللي احنا تعودنا عليها. وهيجي لك لابين أو سيناريوهين أو اتنين سيموليشن، كل واحد فيه 6 أسئلة، أو مش هي مش أسئلة يا شباب، هي تاسكات. يعني
بيقول لك والله انا محتاج اعمل نتورك بالمواصفات التاليه، ويقول لك الاي بي كذا، اللوكيشن يبقى كذا، المواصفات كذا، فحضرتك اتفضل اعمل هنا. تمام كده، ده كده سؤال وتاسك جميل. انا لو معايا البريميوم دام وحفظته كده من اوله لاخره ودخلت امتحان، هل هنجح؟ انا بقول لك بنسبه كبيره لا، لازم تكون فاهم. طيب لو مش فاهم، يعني لو ما اشتغلتش بايدي كتير وعندي بورتال بتدرب عليها، مش هقدر يعني، مفيش حاجه تانيه. لو مش فاهم او ما اتدربتش بايدك كتير وعارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، هتحتاج تشوف فيديوهات لطريقه الحل، علشان ليس من يرى كمن يسمع. يعني ايه؟ يعني لما تشوف بعينك فتبتدي تحفظ طريقه الحل نفسها افضل لك من انت بتحفظها ستيبس كده في كتابه، يعني في الضب، لان في الضب بتجي لك كتابه. دي اول حاجه. تاني حاجه، خلي بالك ان الضم ده سواء كان بريميوم او كان عادي في اخطاء في الحل. ليه؟ لان الحل الضم ده بشر زيه وزيك، هو حله بفهمه هو، او هو حله بما يراه صح، لان التاسك دي في ليها اكتر من طريقه ان هي تتعمل. يعني لما اقول لك كرييت للفيرتشوال ماشين مثلا، هو مش ستاندر ان انت هتدخل تفتح البورتال وبعد كده، لا، هو في بتيجي اكتر من طريقه. فلذلك لو انت شغال بايدك فاهم، الدنيا بالنسبه لك هتبقى سهله. طيب لو ما اشتغلتش بايدك كتير او عاوز تاكد معلومتك اكتر، يبقى تشوف الفيديوهات اللي احنا هنعملها لطريقه الحل. تمام كده؟ خلاص يا شباب؟ خلاص. كنت عايز بس اكد على حاجه، انه انت هتشتغل في الامتحان على بورتال حقيقيه. يعني مش سيميريشن زي ما اتعودنا في الامتحانات لو كان فيها جزء عمل يعني. لا، حضرتك بتاخد يوزر من الباسورد وبتفتح بورتال، يعني انت قاعد قدام بورتال حقيقي، والتاسك اللي بتعملها بعد كده بيدخل، اللي هو الراجل بعد ما تخلص امتحان وتسلم اجابتك بيدخل يشوف التاسك دي انت عملتها بالستيبس الصحيحه ولا لا. لذلك يا شباب السكور مش بيطلع اول ما بتخلص الامتحان زي برضو ما تعودنا. يعني احنا في الامتحانات السابقه سواء سيسكو او مايكروسوفت، كنا بمجرد ما بنخلص الاسئله بننتظر تقريبا 10 ثواني او 30 ثانيه ماكسيمم ويطلع لنا السكور بتاعنا، ويطلع لنا ان احنا باس او فيلر. لكن في امتحان الايجر هو بياخد منك الاجابه، يقول لك شكرا انت كده خلصت، ريح نفسك، يعني اتفضل كده استريح، انا هراجع اجابتك وهبعت لك بالايميل النتيجه بتاعتك ان كنت انت باس او يعني الحظ ما حصلش. فبالتالي ما تقلقوش، ما تقولش ان في حاجه غلط او بتاع اللي بيدخل الامتحان لاول مره، ما فيش حاجه غلط، هي دي طبيعه الامتحان. خلاص كده يا شباب، علشان بس انا بحب دايما بستجمع في وانا بتكلم، بستجمع الاسئله والاستفسارات اللي بتجيني مع رغبتي في التركيز وعدم الاطاله علشان الناس ما تملش مني، بس انا خايف انسى حاجه. الدرس الجاي ان شاء الله هنبدا نفتح الدمب وهنبدا ندخل نكريت او نعمل اول تاسك كده هيطلب مننا بشكل بايدينا. في الكورس ده يا شباب مش هنوضح مفاهيم، يعني مش هنقعد نشرح عملنا كده ليه، لا، اللي عايز يفهم في كورسات خلاص احنا طلعناها مغطيه الكونسبت ومغطيه المنهج ومغطيه البراكتيكال ومغطيه بشكل كويس. لكن انا بوجه الكورس ده للي داخل الامتحان، ده عاوز مسار سريع كده علشان في النهايه يبقى سيرتيفايد. خلاص كده يا شباب، فاشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي او الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.